قناة المسلم أخو المسلم الدعوية، بوابتك للعلم النافع. التنبيه الأول أن الموت عبرة للأحياء، أن الموت عبرة لنا نحن الأحياء، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق. الموت يقين تناسيناه وحقيقة غفلنا عنها وحق يقين ما استعدينا له. كلنا أدرك الموت وما نرى له مستعدا، وكلنا علم بالجنة وما نرى لها عاملة، وكلنا أيقن بالنار ولا نرى منها خائفة. على ما تضحكون وما عسيتم تنتظرون؟ الموت فهو أول وارد يردكم من الله بخير أو شر، فلنستعد لهذه الحقيقة بالعمل الصالح من صلاة وصيام وإحسان للناس وجميع الأعمال الصالحة. جزى الله معالي الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.